يبدأ المحققون الفرنسيون محاولات جديدة لاستعادة الصندوقين الأسودين للطائرة الفرنسية التي غرقت في المحيط الأطلسي قبل أشهر. وقال كبير المحققين الفرنسيين خلال لقاء مع أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة إن المحققين سيعيدون المحاولة مرة أخرى لمدة 3 أشهر بدءا من شهر فبراير شباط المقبل. وكانت محاولتان سابقتان لاستعادة الصندوقين أخفقتا منذ أن وقع الحادث الذي قتل فيه 228 شخصا في الأول من يونيو حزيران الماضي.